السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم معي من جديد في قناة عالم مساكي. فيديو جديد في القناة، هو الجزء الثاني من سلسلة الفلوغات او الخرجة اللي درنا في طريق وادي الجنة او فالي دو بارادايس، اللي كتواجد على بعد 20 كيلومتر من شمال مدينة اكادير. وهاد المنطقة او لهاد وادي الجنة راه معروف عالميا، كيجيوه الزوار من جميع اقطاب العالم، لا أجانب ولا مغاربة ولا عرب طبيعة الحال. نخليكم تكتشفوا معايا المنطقة في انتظار الجزء الثالث إن شاء الله. فرجة ممتعة.